It is now my pleasure to يسرني أن أرحب الآن بمعالي السيد دينيس ساسون غويسو رئيس دولة الكونغو. تفضل سيدي. Monsieur le Président, سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، سيداتي وسادتي، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، سيداتي وسادتي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لإعادة التأكيد على الإرادة الثابتة والعزيمة المستمرة لجمهورية الكونغو للمشاركة بصورة فعالة ونشطة في الجهد الدولي الهادف لمكافحة التغيرات المناخية. ودون أي تردد أدعم تماما لرئيس المعين إذن لهذا المؤتمر للأطراف 27 والذي ستكون من المؤتمرات الأكثر أهمية منذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في 2015. إن مؤتمر الأطراف 27 يجب أن يكون مؤتمرا للعمل والتحرك بعد العديد من الإعلانات والإعراب عن النوايا والوعود غير الموفاة منذ سنوات، فقد حان الوقت الآن لكي ننتقل إلى الأفعال الملموسة والمحددة، فهذا سيكون أساس مصداقيتنا. سيداتي وسادتي، إن البقاء بقاء البشرية يتطلب أن نحترم دون مراوغة الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا وتنفيذ المبادرات الفعالة التي ترتبط بالحفاظ على البيئة. وفي مواجهة الاختلالات المناخية فإن إعادة الحراجة على كوكب الأرض تعد دون أدنى شك من الحلول الأكثر أهمية والأكثر فائدة، فبغطاء غابي ب 220 مليون هكتار أي 6% من الغطاء الغابي في على كوكب الأرض و 10% من التنوع البيولوجي العالمي، فإن حوض نهر الكونغو يمثل المنطقة الثانية الغابية الكثيفة والرطبة في العالم بعد حوض الأمازون. فالدراسات تقدر أنها آخر بلوعة للكربون في العالم، مما يعطي أهمية قصوى لهذه الغابات في المكافحة العالمية للتغيرات المناخية. فهذه المنطقة فحسب حوض الكونغو تأصر 30 مليار طن
من تحتبس 30 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يوازي 3 سنوات من الانبعاثات المتراكمة لمجمل دولنا. وعلى هذا الأساس فإن الحفاظ وحماية الغابات أصبحت من القضايا الملحة التي تلزمنا جميعاً باتخاذ الخيارات السياسية الحاسمة والإعراب عن تضامننا مع بقية البشرية. فيجب أن نذكر أن جمهورية الكونغو في وقت مبكر أدركت الأهمية القصوى لحماية وإعادة بناء ومد وتوسيع الغطاء الغابي بها. فمنذ 40 عاما فإن مجمل شعبنا دعي لزراعة الأشجار في إطار اليوم العالمي للأشجار الذي يحتفل به في بلادنا في 6 نوفمبر من كل عام. وهذا النوع من العمل التطوعي بهيئة معنية بالغابات تعمل على أساس أكثر المعايير الصرامة، فسمح لنا ذلك بتسجيل أقل نسبة لإزالة الغابات في العالم. إن هذا التعاون وهذا اليوم الرمزي، وأمس قبل أن أغادر بلادي فقد أكملت مع مجمل شعب الكونغو الواجب المواطن لزراعة شجرة، وهذا الواجب العام يعكس الوعي الرفيع للشعب والذي يلعب دورا ليس هناك حاجة لإثباته في مكافحة الاحترار المناخي. وفي مواجهة هذه التجربة ومن جمهورية الكونغو من أجل عالم أكثر عدالا وأكثر استقرارا على الصعيد المناخي، فأنا أطلق هنا من فوق هذه المنصة النداء الرسمي لإعادة إعلان عقد لمكافحة إزالة الغابات، مما سيفرض على الإنسانية أن تعكس الاتجاه الحالي المتمثل في تدمير الغابات. وهذا أكثر من مجرد حل، إن الأمر هنا يتعلق بأمر محتم يفرضه العقل. فإزالة الغابات أضحت صرخة تتساءل وتسائلنا جميعا، وعلينا نجد الرد المناسب لها. شكرا صاحب السعادة على هذا البيان.